بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع المباراة الرابعة التي تجمع نادي جبل السوري ونادي اتحاد عنابة الجزائري. يمثل جبل السوري في هذا اللقاء غموز محمد الطيب وجبالي عبد العزيز، عبد القادر عبد الفتاح عفوا، ووحيد همو ووليد همو ومناف رمضان كابتن الفريق، أسامة الباشا، خالد حوراني، حسن حميد وحسام الرفاعي، حسن حميد في الاحتياط عفوا، بالإضافة إلى مهند الشيخ ديب ومحمد مصطفى ومصطفى بطل وعمار الشمالي. ويمثل في نادي اتحاد عنابة الجزائري غموز محمد الطيب وجبالي عبد العزيز بقندورة جمال وطرشي محمد وسلطان مراد كابتن الفريق، ورزيوق يوسف وبودار مهدي، سلطاني جميل، جاب الخير فارس، الهادي عادل ويونس عادل. كرة مقطوعة تلعب، مهند الشيخ يلعبها إلى رقم 11 خالد حوراني، تلعب وتسديدة مع بداية المباراة من أسامة الباشا إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح نادي اتحاد عنابة الجزائري. حارس المرمى غموز محمد الطيب نفى ضربة المرمى في الوسط ومقطوعة من نادي جبلة السوري. محاولات من الدفاع لامتصاص الكرة، تلعب الآن وهجمة لصالح نادي جبلة مقطوعة من الدفاع الجزائري، وفي خطأ يحتسب الحكم، تنفذ الخطأ وفي هجمة لنادي اتحاد عنابة الجزائري، تلعب في العمق وملعوبة من جاب الخير فارس، وملعوبة أيضا لجبالي عبد العزيز، مرفوعة عرضية والحارس في هذه اللحظة يبعدها، ولا زالت في متابعة من لاعبي فريق اتحاد عنابة الجزائري على هالهجمة، وفي خطأ يحتسب الحكم. تلعب الكرة في منتصف الملعب، منتصف ملعب نادي جبلة السوري، تلعب لمناف رمضان، وفي الوسط إلى مهند الشيخ اللي يلعبها، ترجع مرة ثانية إلى خالد حوراني، مقطوعة مرة ثانية وترجع لنادي جبلة السوري، عالية وما في متابعة، تروح للدفاع أو للحارس نادي اتحاد عنابة الجزائر. عالية تلعب الكرة من الحارس غموز محمد الطيب، تنقطع ترجع هجمة لنادي جبلة السوري، وفي خطأ، خطأ لصالح اللاعب خالد حوراني رقم 10 أسامة الباشا. يتنفذ الخطأ من مهند الشيخ ديب والكرة معه الآن، ويحاول يتقدم بها، كرة مع خالد حوراني اللي يحاول فيها الكرة، يحاول يتقدم بها، يتراجع بها للدفاع لوليد همو، فيها الكرة يلعبها إلى الوسط ومرفوعة عالية، وفي متابعة من الهجوم لكن أقرب إلى يدين الحارس غموز محمد الطيب. تلعب الكرة جبالي عبد العزيز إلى سلطاني مراد كابتن الفريق، وتلعب في محاولة لجس النبض في بداية المباراة، تطلع رمية التماس لصالح نادي جبلة السوري، تنفذ من مهند شيخ الديب، تلعب ومقطوعة رمية التماس، ينفذ هذا مهند وترجع مرة ثانية، ومحاولات من اللاعب
رقم 9 مناف رمضان، وترجع مرتدة أيضا لاتحاد عنابة الجزائري من اللاعب الهادي عادل يلعبها في المنتصف، وتلعب من طرش محمد، تلعب لكن مقطوعة من مصطفى بطل، وتعود مرة ثانية لاتحاد عنابة ومقطوعة من الدفاع فريق السوري إلى الحارس الجزائري. تلعب ومقطوعة في المنتصف، في محاولة من اللاعب وادر مهدي، ودار مهدي مقطوعة إلى الحارس الجزائري غموز محمد الطيب. سلطاني مراد كابتن الفريق يشوف أقرب لاعب هو أفضل مكان ينفع للانطلاق منه لتنفيذ الهجمات الجزائرية على المرمى الفريق السوري، فريق نادي جبلي السوري. تلعب عالية الآن، وفي متابعة من اللاعب جاب الخير فارس على الجناح، يموه ويتقدم بالكرة لكن مع متابعة من حسام الرفاعي، وفي راية وصافرة من الحكم هشام قراط. خطأ لصالح نادي جبلة السوري، 5 دقائق الأولى، هجمات متبادلة ما بين الفريقين. إلى خارج أرض الملعب رمية التماس لاتحاد عنابة الجزائري. جبالي عبد العزيز ينفذ رمية التماس، وتلعب رمية التماس بعد اصطدامها في قدم الهادي عادل إلى خارج أرض الملعب. رمية التماس تنفذ ومقطوعة من اتحاد عنابة، ترجع مرة ثانية لخالد حوراني اللي يلعبها في النص، ترجع لمهند الشيخ ديب يحاول فيها الكرة ويتقدم ويلعبها لكن مقطوعة من بودار مهدي اللي نفذها جبالي عبد العزيز، ومقطوعة رمية التماس لاتحاد عنابة الجزائري. جبالي عبد العزيز ينفذ رمية التماس، ترجع له مرة ثانية ويلعبها ليونس عادل اللي يلعبها، وبرضه كرات متناقلة من بودار مهدي إلى الجهة الأخرى، ومحاولة شن هجمات من الجناح الأيسر لكن مقطوعة، وفي راية أيضا من مساعد الحكم الأول جمال الهراوي، ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. نفذ ضربة المرمى وملعوبة في منتصف الملعب، الكرة حائرة الآن ما بين جبلة، ولا أظن أنها متوجهة إلى المرمى السوري كهجمة مرتدة يحاول فيها اللاعب جاب الخير، لكن إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. كرة عند الحارس عبد القادر عبد الفتاح، ينفذها اللاعب السوري ولكن إلى خارج أرض الملعب، وفي راية من مساعد الحكم الأول، وأيضا نقاش ما بين الحكم حكم الساحة والحكم الرابع جاسم الخراوي من دولة قطر، والحكم يتوجه إلى الحارس عبد القادر عبد الفتاح حارس نادي جبلة السوري. الحكم يتوجه إلى الشباك ويعود إلى الحكم الرابع، تلعب الكرة مقطوعة وتبدأ هجمة لاتحاد عنابة الجزائري
تنظيم هجمة من بقندورة جمال اللي يتقدم بهالكرة ويحاول يسدد إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لنادي جبلة السوري. تلعب الآن الكرة لخالد حوراني اللي حاول فيها الكرة ومع متابعة أيضا من يونس عادل. ترجع مرتدة أيضا من جاب الخير فارس اللي حاول يتقدم بالكرة ومع العادل هادي وفي خطأ. في خطأ يحتسب الحكم. هذا الخطأ لصالح اللاعب جاب الخير فارس. من يسدد الكرة من اللاعبين سلطاني مراد وأيضا نفذ الخطأ عالية وإلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى. تلعب الكرة لمهند الشيخ ديب يلعبها في المنتصف. تلعب سريعة ولكن في متابعة أيضا من جبالي عبد العزيز وأيضا متابعة مناف رمضان إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس للفريق السوري. مهند الشيخ ديب ينفذ رمية تماس داخل منطقة 18 ومقصية وهدف. الهدف الأول لنادي جبلة السوري في الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول. إذن الهدف الأول بكرة عكسية ومقصية من اللاعب السوري لاعب نادي جبلة السوري. الهدف الأول في الدقيقة 10. سجل اللاعب محمد مصطفى إلى جبالي عبد العزيز. مقطوع الآن لسلطان جميل والكرة لا زالت مع اتحاد عنابة ومقطوعة الآن من نادي جبلة السوري. ترجع هجمة مرتدة لكن الكرة عالية ولا زالت خطورتها قائمة لكن الدفاع الجزائري كله تقريبا متراجع لتغطية الكرة. تلعب عند جبالي عبد العزيز اللي يلعبها عالية وفي متابعة أيضا من يونس عادل. تلعب بالرأس من الهادي عادل ومقطوعة. تلعب الآن الكرة ولا زالت الكرة ما بين اتحاد عنابة وأيضا نادي جبلة ومقطوعة أيضا وفي محاولة لإبعاد الكرة لكن في متابعة ويبدو أن الوسط الجزائري أفضل فيها الكرة. اللاعب الهادي عادل مع الكرة يحاول أن يستفيد منها برفعة عكسية لكن ما في متابعة وطويلة تخرج إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس لصالح نادي جبلة السوري. نفذ رمية تماس وفي خطأ لصالح اتحاد عنابة الجزائري. تلعب من سلطاني مراد وطويلة شوي على جبالي عبد العزيز. تخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. نفذ ركلة المرمى في منتصف الملعب مقطوعة من بقندورة جمال. ترجع لي يونس عادل وفي متابعة أيضا في متابعة من اللاعب الهادي عادل ومقطوعة من الفريق السوري. تبدأ هجمة مرتدة مقطوعة أيضا من بودار مهدي. رمية تماس لصالح نادي جبلة السوري. نفذ من مهند وتلعب عالية من خالد حوراني إلى مناف رمضان كابتن الفريق ولكن ما في متابعة تعود للدفاع الجزائري. تبدأ الآن هجمة من قدم بقندورة جمال وفي الوسط
في الوسط يبحث اللاعب طرش محمد عن أي متابعة، الكرة طويلة إلى الدفاع السوري. تبدأ الآن الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس في لعب الكرة الآن، والكرة مع الفريق الجزائري ومقطوع الآن، وبداية هجمة مرتدة لنادي جبلة السوري، ومحاولات من الكابتن مناف رمضان فيها الكرة، لكن في متابعة من اللاعب رزيوق يوسف. تبدأ الآن هجمة لصالح نادي اتحاد عنابة الجزائري من المنتصف إلى اللاعب بودار مهدي اللي حاول يتقدم بهالكرة ويشوف أي لاعب فاضي معاه اللي هو جبالي عبد العزيز. جبالي يرفعها عالية داخل منطقة 18 إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لنادي جبلة السوري. ضربة مرمى يلعبها الحارس عبد القادر عبد الفتاح، عالية وفي المنتصف وبالرأس، لكن في متابعة أيضا من جبالي عبد العزيز لهالكرة، وترجع هجمة مرتدة الآن وإلى خارج أرض الملعب، رمية تماس ومقطوعة أيضا من جديد ليونس عادل اللي يلعبها في المنتصف لكن مقطوعة. أيضا في متابعة من الدفاع السوري لهالكرة من أسامة الباشا اللي حاول في المنتصف الآن أنه يتقدم بهالكرة، وأيضا مع مناف رمضان اللي ما يسيطر على هالكرة. تعود للدفاع الجزائري وتبدأ الآن الهجمات من جبالي عبد العزيز الظهير الأيمن لاتحاد عنابة الجزائري. تلعب الآن وطرش محمد يلعب هالكرة ومقطوعة إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس نفذ رمية تماس لسلطاني جميل، ومعه أيضا متابعة في هالكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لنادي جبلة السوري. نفذ رمية تماس لكن ما في أي متابعة لها من الهجوم السوري، تعود للدفاع ومن ثم إلى الحارس غموز محمد الطيب. تلعب الكرة مع اللاعب بودار مهدي اللي يلعبها في الوسط لسلطاني جميل إلى رقم 4 طرش محمد، وتعود مرة ثانية لرزيوق يوسف، وفي المنتصف الآن يحاول يبحث له عن زميل لكن مقطوعة، وتبدأ هجمة مرتدة لكن مقطوعة أيضا من بودار مهدي اللي ناولها لجبالي عبد العزيز اللي يحاول أنه يرفع عكسية، فعلا يرفع عكسية لكن المتابعة كانت سورية من الدفاع. وتبدأ الآن هجمة للفريق السوري من الباشا أسامة، ترجع للوسط الجزائري من جديد ليونس عادل، وعالية الكرة محاولة من أيضا اللاعب سلطاني جميل وإلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لاتحاد عنابة الجزائري. تلعب الكرة سريعة لطرشي محمد، طرشي يتقدم بالكرة ويلعبها لكن الحارس عبد القادر عبد الفتاح أقرب للكرة. تلعب الآن الكرة عالية لكن ما لها أي متابعة من الهجوم السوري. طبعا النتيجة نحن عند الدقيقة 19 تقريبا من زمن الشوط الأول، النتيجة 1 لنادي جبلة السوري لا شيء لاتحاد عنابة الجزائري. سجل الهدف كما شاهدتم محمد مصطفى في الدقيقة 10،
من زمن الشوط الأول، وهذه هجمة ومقطوعة أيضا من يونس عادل. يونس عادل يلعبها ولكن تعود مرة أخرى لنادي جبلة السوري اللي حاول يسدد فيها الكرة. ومناف بالرأس لكن إلى الفريق الجزائري، ومقطوعة أيضا، وفي محاولة ومتابعة أيضا من يونس عادل اللي تقدم بهالكرة مع فلعم، وأيضا محاولة تسديدة من سلطاني جميل، والهدف هدف التعادل، هدف التعادل لاتحاد عنابة الجزائري في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، سجله اللاعب سلطاني جميل. لاحظوا التسديدة، والنتيجة التعادل لكل من الفريقين بهدف. وتبدأ الآن هجمة مرتدة تلعب الآن لجاب الخير فارس اللي يتقدمه أمامه الحارس اللي يتصدى لها الكرة لصالح نادي جبلة السوري. تلعب الآن الكرة عالية ومقطوعة بالرأس إلى بودار مهدي، ويلعبها أيضا ليونس عادل، يلعبها أيضا لبودار، يرجع بودار لجبالي عبد العزيز. جبالي يلعبها إلى بودار مهدي، تلعب ليونس عادل، ومحاولات أيضا من جاب الخير فارس في الكرة، وفي متابعة وفي خطأ في منطقة جيدة لاتحاد عنابة الجزائري. خطأ قريب من منطقة 18 لنادي جبلة السوري. والحكم يوجه بضرورة التزام حائط بالمسافة القانونية. بوقندورة يستعد للتنفيذ ولا تلعب وتصدم في حائط الصد، وملعوبة من طرش محمد إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. ضربة مرمى تلعب الكرة في المنتصف، منتصف الملعب، وفي صافرة وفي دفع من طرشي محمد. تلعب من وليد همو إلى مناف رمضان، وترجع مرة ثانية لمناف اللي سدد ولكن إلى خارج أرض الملعب. عالية إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى جزائري. بوقندورة جمال يلعب الكرة في المنتصف وفي متابعة أيضا. إلى سلطان مراد كابتن الفريق. يونس عادل حاول يتقدم بهالكرة، حاول يتجاوز أسامة الباشا، وتلعب عالية، وفي أيضا متابعة من الهادي. الهادي يلعبها، يحاول التسديد في هذه اللحظة لكن يجلي عنها. أتوقع أنه لن يكون قادرا على إكمال المباراة. تلعب الكرة الآن، ملعوبة من مصطفى بطل إلى عمار الشمالي، تلعب لأسامة الباشا إلى عمار مرة أخرى، ويحاول يشوف له زميل، فعلا يلقى له مناف. مناف يحاول يتقدم بالكرة ويحاول يتجاوز أكثر من لاعب من اتحاد عنابة الجزائري. تلعب الآن الكرة وترجع مرتدة
مرتدة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس في تغيير الآن، راح يدخل أحمد كردغلي. التغيير الأول بدل من اللاعب مهند الشيخ دي، رقم 24 أحمد كردغلي فعلا لم يستطيع اللاعب مهند الشيخ دي بإكمال المباراة، نتمنى له السلامة إن شاء الله. تلعب الآن الكرة في المنتصف وتعود لاتحاد عنابة الجزائري، تلعب الكرة الآن وبفدائية عبد القادر عبد الفتاح الحارس السوري يبعد الكرة، تلعب الآن لعمار الشمالي ومقطوعة أيضا من جاب الخير فارس، تلعب الآن ومقطوعة وتبدأ الآن في منتصف الملعب السوري، لا زال التحكم بالوسط لصالح النادي الجزائري، نادي اتحاد عنابة الجزائري هو اللي متمكن في خط الوسط. تلعب الآن الكرة مع اللاعب البديل أحمد كردغلي، وتلعب عالية لخالد حوراني اللي حاول يحصل على هالكرة قبل ما تطلع، فعلا يحصل عليها ويلعبها يرجعها أيضا، لكن إلى اللاعب يونس عادل، وبداية هجمة جزائرية من جبالي عبد العزيز، يلعبها في الوسط لسلطاني جميل اللي يلعبها برضو، تلعب لبوقندورة جمال، وقندورة يتقدم في الكرة ويلعبها لسلطاني جميل اللي رجعها لطرشي محمد، تلعب عالية ومقطوعة من وليد همو في الكرة وعرضية ومتابعة أيضا من اللاعب جاب الخير فارس وأيضا من الحارس عبد القادر عبد الفتاح. بودار مهدي ينفذ ضربة الزاوية وأمام المرمى لكن مقطوعة للفريق السوري المناف رمضان، ومقطوعة من جبالي عبد العزيز اللي يلعب هالكرة في راية وفي تسلل على الفريق الجزائري، أيضا في توجيهات من المدرب رفعت الشمالي مدرب نادي جبلة السوري. خالد حراني يلعب الكرة ومقطوعة من بوقندورة جمال، تلعب الآن سريعة إلى سلطاني جميل اللي حاول في منتصف الملعب، يلعبها أيضا لبودار مهدي اللي سدد من بعيد إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لنادي جبلة السوري. تلعب الكرة الآن وبداية لهجمة من عمار الشمالي، يلعبها وفي متابعة أيضا من وحيد همو، تلعب الآن لعمار اللي يلعبها لكن مقطوعة أيضا من رزيوق يوسف، ترجع الآن وبداية هجمة لكن مقطوعة من أحمد كردغلي، وفي متابعة أيضا ليونس عادل، يونس يتقدم بهالكرة ويلعبها عالية بالراس، الهدف الهدف الثاني لاتحاد عنابة الجزائري، الهدف الثاني لاتحاد عنابة الجزائري في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، دقيقة 38 من زمن الشوط الأول سجل الهدف جاب الخير الهدف فارس لنادي اتحاد عنابة بالرأس بعد ان تلقى كرة عكسية. تلعب الان الكرة الى أسامة الباشا، يلعبها لخالد حوراني، خالد حوراني يلعبها لأحمد كردغلي اللي يلعبها عكسية
يبدو انها مقطوعات، ترجع مرة ثانية لعمار الشمالي، تلعب عالية عكسية لكن مقطوعة لعمار، عمار يلعبها لكن في متابعة من كابتن الفريق الجزائري سلطاني مراد وأيضا بوقندورة. تلعب الآن الكرة إلى جبالي عبد العزيز، يلعبها ليونس عادل، إلى رزيوق يوسف، إلى بوقندورة اللي يلعبها للهادي عادل، الهادي عادل اللي يلعبها لكن بعيدة أو ما قدر يلحق عليها جاب الخير فارس. خالد حوراني يلعبها، توصل إلى أحمد كردغلي، يتقدم بالكرة ويخليها لمناف رمضان، مناف يلعبها لأسامة الباشا لكن مقطوعة وإلى خارج أرض الملعب، ضربة زاوية لنادي جبلة السوري، استعد تنفيذها أسامة الباشا، نفذ ضربة الزاوية عالية وفي يدين غموز محمد الطيب، تلعب الكرة عالية يسيطر عليها جاب الخير فارس ويحاول يموه ويتقدم والحكم يقول ما فيها أي شيء، حكم هشام قراط من تونس. ونحن في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول والنتيجة 2 لنادي اتحاد عنابة الجزائري، هدف لنادي جبلة السوري. تلعب الكرة من سلطان مراد إلى طرشي محمد، يلعبها لسلطان جميل اللي يلعبها لكن مقطوعة من الدفاع، وفي محاولات أيضا ومتابعة أيضا من الهجوم الجزائري. تلعب لجبالي عبد العزيز، جبالي حاول يرفعها عكسية بالرأس مقطوعة من اللاعب مصطفى بطل، تعود لبوقندورة اللي يلعبها ومقطوعة من مصطفى إلى الفريق السوري، يلعبها أحمد كردغلي إلى اللاعب إلى خارج أرض الملعب، رمية التماس. تلعب الكرة من محمد مصطفى اللي غير مكانه ويلعبها عكسية وفي متابعة لكن ما في متابعة من الهجوم، لكن تسديدة إلى خارج أرض الملعب. تلعب لي بوقندورة، بوقندورة يلعبها، تلعب إلى بودار مهدي اللي يلعبها لجبالي عبد العزيز، إلى يونس عادل، يونس عادل يحاول يشوف له أي زميل فاضي وفعلا تلعب عكسية من جبالي عبد العزيز ومقطوعة إلى الحارس عبد القادر عبد الفتاح. تلعب عالية من عبد القادر ومقطوعة من بوقندورة إلى خارج أرض الملعب، رمية التماس ويبدو في إصابة بعد دخوله في الكرات السابقة. تلعب رمية التماس إلى وليد همو اللي يلعبها للمنتصف ويحاول فيها أسامة، إلى خالد حوراني، إلى أحمد كردغلي اللي يلعبها عكسية لكن ما لها أي متابعة الكرة هذه، إلى الحارس غموز محمد الطيب. تلعب لبوقندورة، يلعبها لطرشي محمد، طرشي يلعبها إلى سلطان جميل اللي ترجع مرة ثانية لبوقندورة، للهادي عادل ترجع مرة ثانية
للحارس غموز محمد الطيب في متابعة من مناف رمضان. يلعب غموز إلى جبالي عبد العزيز وفي متابعة من رقم 10 أسامة الباشا إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس تلعب من اللاعب خالد حوراني في متابعة من أحمد كردغلي لكن مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس لاتحاد عنابة الجزائر مقطوعة. رمية تماس لاتحاد عنابة الجزائر. إذن 2-1 والدقيقة 45 وإضافة دقيقتين على زمن الشوط المباراة الأصلي. رمية تماس والضغط من قبل اتحاد عنابة الجزائري تلعب الكرة ومقطوعة إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس نفذها جبالي عبد العزيز رجع له مرة ثانية حاول يلعبها عكسية لكن إلى خارج أرض الملعب. رمية ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. تلعب الكرة لوليد همو اللي يلعبها للاعب عمار الشمالي لكن إلى خارج أرض الملعب. رمية تماس عالية كانت بعيدة عن أحمد كردغلي اللاعب اللي دخل بعد إصابة مهند الشيخ ديب. تلعب لسلطان مراد اللي يلعبها لبودار مهدي. بودار مهدي تلعب الآن لرزيق يوسف وطرشي محمد. تلعب الآن هجمة للهادي عادل يرجعها لبقدرة اللي يلعبها عكسية وفي يدين الحارس لكن تفلت منه ويبعدها الدفاع. محاولات لا زالت جارية من سلطاني جميل وتلعب لكن قلت خطورتها عن السابق. تلعب لسلطاني جميل صاحب الهدف الأول إلى جبالي عبد العزيز اللي يلعبها ولكن إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح نادي جبلة السوري. خالد الحوراني مع الكرة مقطوعة من جبالي عبد العزيز ليونس عادل وفي هذه